واحد من ثلاثة اختفيت. نحن عملنا مرة بروم وخفيتيني أنت. عندنا قدرات خارقة هنا. هي هذه الرغبة بالاختفاء على ما يبدو رغبة دفينة في الإنسان في البشر أنه يختفوا أو يصيروا يشوفوا الأشياء من دون ما حدا يشوفهم. أو هلأ كلمة اليوم نقيتها من وحي الحدث، وبما أنه الغموض لا يزال يحيط باختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، ارتأيت أن تكون الكلمة اختفاء، على الرغم من أنه رواد شبكات التواصل وكثر روجوا لكلمة اختطاف خطف. هلأ لمن لم يتابع المسألة بقول سميرة أنه جمال خاشقجي اللي كان بيكتب مقالات رأي بصحيفة واشنطن بوست راح على القنصلية السعودية يوم الثلاثة لتسلم أوراق رسمية من أجل إتمام زواجه حسب AFP، ولم يظهر منذ ذلك الحين، اختفى تبخر. وطبعا بعد المقالات والصراعات والنقاشات والجدل على شبكات التواصل وفي المواقع وبين الدول، يعني قايمة، لن ندخل في هذا. شو بتقول المعاجم عن كلمة اختفاء وفعل اختفى؟ منقول اختفى الشيء، منقول اختفى عن الأنظار ومن الأنظار، ما كنت بعرف انه فينا نقول من الأنظار. توارث، تتر، غاب، اختفت الشمس وراء الغيوم، انه طبيعي يعني، بس هي ما بتختفي، هي بتنحجب وراء الغيوم برأيي، وانا بدي صحيح كنت للمعجم ولكن ما باليد حيلة. اختفيت، اختفي، اختفي، اختفي فعل امر بالكسرة من دنيا، مصدر اختفاء، اختفى، زال أثره، واختفى من شدة الخوف الأسد، هيك حاطين بالمعجم، يعني يبدو أنه هي بيت من بيوت الشعر. اختفت السلعة من السوق، دايما هذا الشيء بيصير بالأزمات، نقصت، شحت، أو لم يعد لها وجود. تحدثت الصحف عن اختفاء بعض الأدوية، عرفتك من كل شيء ظهر، عرفتك مما اختفى واستتر، هذا كمان بيت شعر بس ما بيقول المعجم لمين، وما كلفت نفسي عن البحث. أوقات نستعمل تعبير اختفى تحت سابع أرض، بتقولوا هيدا الشيء، أو يا أرض انشقي وبلعيني، فبالتالي أنت مخفية تحت سابع أرض. اختفي من وجهي، من وجهي، تأنيب غالبا ما كنا نسمعه أطفالا. الاختفاء القسري، رح برجع لقضية عالمية، في أغنية لملحم بركات بيقول لها من وجهي بسرعة اختفي، هي كتير أغنية ذكورية. مرة واحدة خبطيني كده فيها يا ريتا، بس كتير أغنية ذكورية، يعني ما بعرف كيف كنت حبها زمان. لو أنت لاحظتي في نفس اللحظة طفوا النور عم يعملوا فقرة جوا طفي النور. عموما تقية الإخفاء كمان كلنا سمعنا فيها، وفي فيلم بيرجع تاريخه لعام 1959، سر تقية الإخفاء، أنا مش شايفته بس يمكن برجع بشوفه لأنه مغري الفكرة أنه كيف نختفي. على جوجل منلاقي أسئلة سميرة من نوع تقية الإخفاء حقيقة أم خيال، وهناك من يقول ويؤكد بأنها حقيقة. هلأ سنة 2015 قرأنا في مواقع إخبارية عن علماء أمريكيين اخترعوا قبعة إخفاء حقيقية، وطبعا هذا الشيء بكسر الضوء وإلى آخره، ما فت بالتفاصيل، ولكن الإخفاء يعني بدك تعملي القبعة على حجم الشيء اللي بدك تخفيه، يعني إذا بدك تخفيني بدنا نعمل قبعة حقيقة غريبة عجيبة لحتى اختفي كليا، بس أسهل لك بالفيديو مثل ما شفنا هذيك المرة. لا كده هو بالضبط. هلأ القدرة على إخفاء الأشياء مثل ما قلت أمر يحلم به الإنسان من زمان كتير، وكان في كتير قصص خيالية حول قبعة الإخفاء، وشفنا كتير بعروض الخفة اللي البعض بيسميها سحر، ياما أخفوا ناس بفضل تقنيات الخداع يعني، وخزعبلات لعبت بعقل الجمهور. دعونا لا ننسى ألبوم الإخفاء، خيري اتفقنا على هيدا الشيء، على ألبوم الإخفاء للثلاثي البديع مريم صالح، تامر أبو غزالة وموريس لوقائلي. ليشو لا فكرتيني بموضوع كنا عملناه برضو في برنامج هوا الأيام عن تحري خاص كان اختصاصه أنه يخفي الناس، يخفي الناس بإخفاء كل الأشياء اللي لها علاقة بالتقنيات الحديثة لحتى ما يتم تتبع أثارهم، وأنه يغير شخصيتهم، بالزبط، وكل شيء يعني يقدروا يعيشوا حياة جديدة
مختلفة يبقوا لا جوجل بحط إيده بالزبط. فيها ولا فيسبوك إجروا فيها ولا شيء يعني. بس هيدا حلم يعني في العالم ممكن ده. بس وقت سألنا قدي مكلف هيدا المحقق هو كان كتاب كان كاتب كتاب وتعرفي وكان مشواره أنا نسيت اسمه بس كان التخصص بتاعه أنه هو أوكي في ناس بتروح تشوفه تقول له اخفينا اخفيني مثلا اخفينا وهو بقى بيقوم بكل التحريات. يمكن أرجع أفتح هذا الملف وروح شوف شو قصته ويخفيني شوي. هلأ في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بتحكي عن الموضوع بصفته جريمة ضد الإنسانية بتحكي عن العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب وهم كثر حول العالم ووضعت هيدا الاتفاقية بالاعتبار حق كل شخص بعدم التعرض لاختفاء قسري وحق الضحايا في العدالة وفي التعويض ويقصد بالاختفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها في يوم دولي لضحايا الاختفاء القسري. ولكن نحن رح نبقى هلأ حاضرين مش رح نختفي الاختفاء لطيف ما أنت تختاريه بيبقى أكتر مقارب للحرية ولكن ما بتبقي عايشة غصب عنك أكيد بيبقى كتير مؤلم ومخيف يعني إنه كيف إذا ما في قبعة إخفاء تكوني موجودة ومش موجودة إنه أنت دايما موجودة بس بطريقة أخرى. هروح أتصل بالزلمة تبع الكتاب حنسمع يمكن شي من ألبوم الإخفاء يبدو لي إيقاع مكسور. حلوة كتير هاي الغنية شكرا. مكسور يا إيقاع أربعة أرباع بتدق الوهم على الأسماع مكسور يا إيقاع أربعة أرباع بتدق الوهم على الأسماع
كبير والصدر يسار.